خليني أوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي. وجمهور النادي الأهلي مش محتاج رسالة ومش محتاج كلام. جمهور النادي الأهلي اللي احنا شايفينه في الشاشة دلوقتي في كل أنحاء مصر وفي أنحاء الوطن العربي، إن شاء الله يوم السبت هتلاقوا الدعوات القلبية، هتلاقوا اللاعب رقم واحد في استاد القاهرة، اللاعب اللي دايما بيكون موجود في الميعاد، اللي بيشجع من أول دقيقة لآخر دقيقة. كلنا عهدنا جمهور النادي الأهلي في اللحظات الصعبة واللحظات الحلوة دايما هو اللاعب رقم واحد، دايما بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ودايما بنقول توفيق ربنا، إن توفيق ربنا بيجي في المقدمة، إن اليوم ده يكون يوم حلو، كرة ماشية مع اللعيبة، توفيق المدير الفني مهم، ثم اللعيب رقم واحد هو جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي اللي إن شاء الله، وأنا بقول لحضراتكم مش محتاج رسالة، هنلاقي اليوم ده ملحمة كروية رياضية كبيرة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وهو بيدعم وهو بيساند وهو بيشجع من أول دقيقة لآخر دقيقة لعيبة النادي الأهلي. دي مباراة كرة قدم، كذا سيناريو ممكن يكون موجود في المباراة. لو النادي الأهلي تقدم وقدر يحرز هدف، دور جمهور النادي الأهلي إزاي دايما يصحصح اللعيبة في الملعب، إزاي إن شاء الله نجيب الهدف الثاني ونأمن المباراة. لا قدر الله ممكن يجي فيك هدف، دور جمهور النادي الأهلي هنا دور مهم جدا، إزاي أساند فرقتي، أساند لعيبتي، ما استعجلش اللعيبة. علشان كده أنا حبيت أوصل رسالتي من هنا في البداية لجمهور النادي الأهلي، اللي أنا متأكد بنسبة 1000000% استاد القاهرة هيكون مقفول بإذن الله يوم السبت القادم. هنشوف لوحة فنية رائعة من جمهور النادي الأهلي، وده عادتنا بجمهور النادي الأهلي، دايما في الوقت وفي الميعاد بيكون موجود. مش عايزين أي حاجة تشغلنا عن 90 دقيقة. من أول لحظة مع صفارة الحكم كل الوقت عايز تشجيع، عايز دايما اللعيبة تبقى مفوقة ومركزة. يا ريت وأنا بتكلم على الهوا عايز أسمع صوت جمهور النادي الأهلي، إن هي دي الرسالة اللي هتوصل للعيبة بإذن الله. وأيضا رسالتي لعيبة النادي الأهلي في اليوم ده، العبوا علشان جمهوركم، العبوا علشان ناديكم، العبوا علشان أسركم، علشان كل محبين ليكم. انتوا جيل عظيم، اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي حاليا انتوا من أعظم الأجيال اللي جت في تاريخ النادي الأهلي. بالمناسبة الكلام اللي أنا بقوله ده مش مجاملة، ده بالأرقام. النهائي الخامس على التوالي، النهائي الخامس على التوالي، تاريخ كبير بيسطره هذا الجيل، الجيل اللي اتبنى في 2019 وقطعتوا على نفسكم عهد ووعد بعد خسارة صن داونز انكم هترجعوا وتحاربوا بكل قوة علشان جمهوركم علشان ناديكم. وبالفعل بنشوف بعد السنين الطويلة دي وانتم موجودين على منصات التتويج في بطولة دوري أبطال أفريقيا وفي السوبر الأفريقي وفي كأس العالم الأندية، يوم السبت محتاج رجالة، يوم السبت محتاج تركيز، يوم السبت محتاج تعرفوا وانتوا داخلين المباراة بكل تواضع وكل احترام لفريق الترجي الكبير انكم أبطال، ودايما هتكونوا أبطال، وإن شاء الله تكونوا موجودين في الميعاد. بقول لكم انكم بتسطروا تاريخ كبير ليكم ولناديكم. نتمنى ليكم إن شاء الله كل التوفيق يوم السبت القادم، وهتلاقوا دايما جمهوركم جمهور النادي الأهلي العظيم هتلاقوه في الميعاد وراكم طوال 90 دقيقة.